طبعا يعني هذا الكلام زي ما احنا شايفينه بيؤكد زي ما قلنا في البداية دور مصر الجيوسياسي، كمان دور مصر كان مهم قوي. خلينا نروح لمزيد من التفاصيل حول هذه الزيارة وهذا اللقاء مع الكاتب الصحفي الزميل إسلام عفيفي. مساء الخير يا إسلام. أهلا وسهلا أستاذ شفقي وبالسادة المشاهدين. يعني خليني أقول كده، مصر هي مفتاح حل القضية الفلسطينية، هل تتفق مع هذا العنوان؟ بالتأكيد طبعا، يعني ومن سوى مصر يكون مفتاحا ورقما وأساسيا في هذه المعادلة وفي هذه القضية المركزية بالنسبة لمصر وبالنسبة للمنطقة الدول العربية والعرب وبالنسبة للإقليم وعلى كل المستويات وعلى كل المحافل وفي كل الدوائر. مصر هي مفتاح الحل، ومصر هي يعني دايما بقول الحارس الأمين والمحامي الأول عن القضية الفلسطينية حربا وسلاما وتفاوضا ودفاعا وعلى المستوى الدبلوماسي وزي ما بقول لحضرتك في كل المحافل. طيب خليني أقف عند الجملة اللي السيد الرئيس يعني كلموا فيها ديفيد كاميرون، هو بيقول له إن مصر هي مفتاح كمان الأمان للمنطقة. يعني ماذا يقصد لمفتاح الأمان؟ ما مفتاح الأمان ده ليه أشياء كتير جدا، أنت عندك معبر رفح، عندك الشاحنات اللي بتدخل، عندك رؤيتك، عندك تصميمك بأنه لا للتهجير القسري. يعني خليني كده، خلينا نفصص الكلام أكتر. طبعا الكلام يعني تحليل مضمون ما قاله السيد الرئيس واضح تماما، واعتقد اني وصل جيدا للسيد ديفيد كاميرون وزير الخارجيه البريطاني عندما تحدث يعني الرئيس عن ثوابت التوجه المصري والموقف المصري فيما يتعلق بالقضيه. اعتقد ان هذا الكلام وصل من قبل، والرئيس يؤكد عليه من جديد.